بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة طلبات الصف السادس الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج مدرسة على الهوا. النهاردة إن شاء الله هناخد سيشن مهمة جدا في الألجبرا اللي هو Solving Equation of Second Degree Algebraically. بالنسبة لنا Solving Equation of Second Degree Algebraically، أولا إيه هو الكونسيبت بتاع الإيكويشن أوف سكند ديجري بالنسبة لنا؟ اللي هي بالشكل ده يا جماعة، اللي هي إيه؟ X باور 2 بلس بي إكس بلس سي إيكوال 0. يبقى أنا لازم يكون الكوفيشنت بالنسبة لي الاكس باور 2 اللي هو الاي، كوفيشنت الاكس اللي هو البي، والابسوليوت تيرم اللي هو السي، والاوردر يبقى اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي ايكوال 0. يبقى عندي كده الكوفيشنت اكس باور 2 الاي والاكس اللي هو البي وهنا السي. بعد كده نستخدم الفورميولا اللي هي الاكس ايكوالز، هو الرول بالنسبة لي نيجاتيف في بلس اور ماينس روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. مره اعمل سبستيوت بالبلس ومره سبستيوت بالايه بالماينس. تمام، بيجي لي اكزامبل بالشكل ده. بيقول يوزنج جنرال رول، يبقى رول بالنسبه لي فايند سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن. طيب الايكويشن عندي كده ايه اللي هي اكس باور 2 ماينس 2 اكس ماينس 4 ايكوال 0. طيب كده الاوردر مظبوط، الاي عندي كده ايكوال 1، طب البي equals negative 2، والسي عندي equals negative 4. طيب يبقى قلنا الفورميولا عندي x equals negative v plus or minus root p power 2 minus 4ac over 2a. طيب negative negative 2 يعني 2 plus or minus root negative 2 power 2 اللي هو 4 minus 4a، والسي عندي negative 4. جميل، وهنا 2 تايم 1. طيب يبقى السولوشن عندي يطلع معايا x equals هيطلع معايا 2 بلس، وهنا روت 20 اللي هو 2 روت 5 اوفر 2، يبقى معايا كده 1 بلس روت 5. جميل، طب الاكس الثانيه مش محتاج بقى اعمل احسب كل ده تاني، هتبقى بالنسبه لي 1 ماينس روت 5. يبقى بالنسبه لي هنا 1 بلس روت 5 1 ماينس روت 5. طيب هنا بيقول لي ان الروت 5 ابروكسيميتلي 2.24، يبقى انا اعمل سبستيتيوت، يعني يبقى 1 بلس الروت 5 نحط مكانها 2.24 يبقى ابروكسيميتلي 3.24، وهنا الاكس 1 ماينس 2.24 يبقى ابروكسيميتلي نيجاتيف 1.24. طيب السوليوشن سيت بقى بعد كل ده يا جماعه منقص في الحته دي، السوليوشن سيت 3.24 ونيجاتيف 1.24. طيب جميل، يبقى انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا الاوردر يكون مظبوط اللي هو اكس بار 2 اكس بار 1 بعد كده الابسوليت تيرم كوفيشنت 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4، كان نكتب الفورمولا بالنسبه لنا ونعمل سبستيتيوت. انا جاي اشوف هو هنا قال لي روت 5 ابروكسيميتلي 2.24 يبقى هو عايزها 2 ديسمال. طيب ممكن يجيب لي اكزامبل كده بشكل تاني، بقول هنا سولف 3x باور 2 ماينس 5x ماينس 4 ايكوال 0 ان ار. طيب هنا الاوردر مظبوط، يبقى الاي عندي كده يا جماعه كام؟ الاي ايكوالز 3 والبي نيجاتيف 5 والسي نيجاتيف 4. الرول عندي x ايكوالز نيجاتيف v بلس اور ماينس روت بي باور 2 ماينس 4ac اوفر 2a equals نعمل substitute negative negative 5 يعني 5 plus or minus root p power 2 اللي هو عندي 5 power 2 يعني 25 minus 4 a 3 وال c عندي negative 4 وهنا 2a equals يطلع معايا 5 plus وادي 6، وهنا نعمل 25 plus 48 يعني روت 25 بلس 48 يبقى 73، وهنا 5 اكس ايكوال 5 ماينس روت 73 اوفر 6. طيب لو قال لي هنا تو نيرست 10th، تمام تو نيرست 10th، يبقى انا على الكالكوليتر كده يا جماعه ما فيش مشكله ان اجيب الديسيمال، انا اكتبها عادي 5 بلس روت 73
over 6 تمام، نجيبها ديسيمال هيطلع معايا كده x equal 2.25733. طيب تمام. طب يا مستر يعني ايه نيرست تنس؟ نيرست تنس اللي هو الميننج بتاعه 1 ديسيمال بليس. يبقى انا ممكن يقول لي 1 ديسيمال بليس او نيرست تنس، يبقى انا هقف هنا عندي 2. طب اللي بعدها هنا ال 5 ده ريتش نمبر يعني سترونج، هنزود هنا 1 يبقى ابروكسيميتلي 2.3. طيب لو جينا هنا 5 ماينس روت 73 يطلع معايا كده x equal negative 0.59066. طيب to nearest tenth قلنا هنقف عند 1 decimal، ال 9 نزود هنا 1 يبقى approximately negative 0.6. قلنا solution set 2.3 negative 0.6. نرجع كده مع بعض، عندنا النمبرز اللي بتعمل اللي هي السترونج نمبرز اللي بتعمل انكريز اللي هو عندي 5 6 7 8 9، اما الويك نمبر اللي هي بنكنسل بس اللي هو اقل من 5 اللي هو 0 1 2 3 4. طيب اخر حاجه بالنسبه لي هنا في اللعبه دي، لو جاب لي الاكزامبل كده برضو فايند سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن x باور 2 ماينس 2 x ماينس 6 ايكوال 0 يوزنج جنرال رول. طيب الاوردر يا مستر مظبوط، x باور 2 ماينس 2 x ماينس 6 ايكوال 0. ال a معايا كده يا جماعه ب 1 وال b نيجاتيف 2 وال c نيجاتيف 6. x ايكوال تمام، لازم نكتب الرول، احنا هنطبقه بقى. نيجاتيف v يعني 2 بلس اور ماينس روت b باور 2 4 ماينس 4 a c اوفر 2 a. طيب ايكوال 2 بلس اور ماينس روت 4 بلس 24 يبقى هنا 28 اوفر 2. هيطلع معايا كده يا جماعه او اجيبها ككتب مفيش مشكله، هيطلع 1 بلس روت 7 وهنا x ايكوال 1 ماينس روت 7. طيب لو طلب مني نيرست 3 ديسيمال بليسز نعمل ايه بقى؟ مفيش مشكله خالص، هنكتب 1 بلس روت 7 على الكالكوليتور عادي جدا ونجيبها ديسيمال. طلع معايا كده x ايكوال 3.6457. طيب لو خليناها ماينس هيطلع معايا x equals negative 1.6457. طيب وعايز مني 3 ديسيمال، فانا عشان كده كتبنا 4 هقف هنا، ال 7 ده سترونج يبقى يزود هنا يبقى approximately 3.646. طيب برضه انا هقف هنا 7 هيبقى increase ده ال 1 يبقى negative 1.646. يبقى solution set 3.646 negative 1.646 تمام. في طبعا اشكال تانية هنا في القصة دي، بس بالنسبة لنا ان المتاح بالنسبة لنا دلوقتي ان الجزء اللي هو هيبقى الاوردر مظبوط والجزء ده اللي مكمل معانا خالص. طيب كده خدنا solving equation in second degree algebraically اللي هو using formula، وده example مضمون في الامتحان. طيب الاكزامبل التاني المضمون بالنسبة لي مركز معايا هنا اللي هو solving two equations. يبقى انا عندي كام equation هنا يا جماعة؟ عندي two equations تمام in two variables. two variables قلنا يا جماعة x and y، one of first degree في واحدة first degree and the other second degree تمام. اي two equations، واحدة first مثلا مستر يعني مثلا x minus y equals 2 ادي first degree x power 1 y power 1. طب second اللي فيها power 2 x power 2 minus 3 x plus y equal 7 مثلا، او هل ينفع x y equal 8؟ دي second، تنفع طبعا second degree اللي هي فيها الباور 2 او المالتبلاينج، لان كده ترم واحد x باور 1 y باور 1 يعني x باور 2 يعتبر او y باور 2، يبقى دي second degree برضو. طيب بيجي لي اكزامبل كده ركز، لان احنا هنشتغل على فكره فكره. اول فكره لو مديني الفيرست ديجري ايزي قوي بالمنظر ده اللي هو x minus 2 equal 0، دي equation of first degree لان عندي ال x power 1 بس. اما equation of second degree ل x power 2 plus x y plus y power 2 equal 7. طيب هنا في السايد ده
انا عايز اجيب اكس ايكوال اور واي ايكوال. طيب انا عندي اكس هنا اعرف اجيبها ايكوال، هودي ال2 هنا بالبوزيتيف، يبقى الاكس، يبقى الاكس عندي ايكوالز كام؟ 2. تمام، اكس ايكوال 2 دي بنسميها ايكويشن 1. وبعد ما اعمل ايكويشن 1 اللي هي اكس ايكوال 2 اعمل سبستيتيوت. ركز بالراحه انا متحرك ازاي. سبستيتيوت يعني معنى كده الاكس ايكوال 2، يبقى الاكس هنا احط مكانها كام؟ 2، والاكس هنا 2. تمام، يبقى عندي هنا 2 باور 2 هيدينا كام يا جماعه؟ 4 بلس 2 واي بلس واي باور 2 ايكوال 7. جميل، يبقى انا هنا اشتغلت هنا تاني وادينا 2 بالبوزيتيف، يبقى الاكس ايكوالز 2، يبقى كل اكس احط مكانها 2، يبقى عندي هنا 2 باور 2 اللي هو 4 بلس 2 واي بلس واي باور 2 ايكوال 7. طيب كده مش هينفع اشتغل، لازم ادخل ال 7 هنا بالنيجاتيف. طب نرتب ده الاول كده يا مستر، ادي واي باور 2 بلس 2 واي بلس 4، كده بقى الاوردر مظبوط، الواي باور 2 واي اوفر 1 مفيش واي، ماينس 7 ايكوال 0. جميل، نكتبها تاني كده، واي باور 2 بلس 2 واي، عندي هنا لايك تيرم اللي هو 4 ماينس 7 يدينا نيجاتيف 3 ايكوال 0. تمام كده عندي تراينوميال، واي باور 2 واي باور 1 مفيش واي، يبقى نعمل فاكترايز. لو بنحط ار يا جماعه عند 3 وار عند النيجاتيف وار عند ال 2، الجزء ده هنكمل بيه اللي هو الارو اللاست ارو ده اللي هو كام باي كام ايكوال 3، والماينس عشان هنا في ماينس كده يا جماعه يدينا 2، عن 2 نمبرز الملتبلاينج بتاعهم يدينا 3، والماينس يدينا 2، يبقى عندي 3 تايم 1 و 3 ماينس، يبقى نعمل 2 براكتس ايكوال 0، هنا واي واي عشان دي واي سكويرد، وانا هاخد ال 3 وال 1، ادي 3 وال 1 ده ينزل بالبوزيتيف، واعمل بوزيتيف باي نيجاتيف يدينا نيجاتيف، يبقى كده معايا يا جماعه الواي سوري الواي ايكوال هنا نيجاتيف 3 لان غير الساين، والواي ايكوال كام؟ 1. طب السوليوشن ست كده عندي 2y، يبقى عندي ordered pair وordered pair تاني، الx عندي 2 والx عندي 2، طيب الy عندي هنا negative 3 والy هنا كام؟ 1، يبقى solution set 2 negative 3 و 2 ايه؟ 1. طب عايز اعمل check، نعمل هنا check، لو حطينا مكان x عندي 2 والy negative 3 يعني اعمل 2 power 2 plus 2 time negative 3 plus negative 3 all power 2 هيطلع معايا answer equal 7. ولو جينا هنا 2 باور 2 بلس 2 تايم 1 بلس 2 باور 2 الانسر هيطلع عندي 7، يبقى انا كده عملت تشيك بالنسبه لي. طيب ممكن شكل تاني يجي لي كده، جايب لي هنا الفيرست ايكويشن ل x ايكوال 3 y، طيب ده جميله قوي، ده هو جايب لي x ايكوال اصلا اي دي فانكشن في الواي، ما عنديش مشكله، يبقى انا هتعمل x ايكوال 3 y، قلنا بنعمل كده يا جماعه سبستيتيوت، الاكس مكانها 3 y، يبقى نعمل سبستيتيوت هنا مكان الاكس وبرده هنا مكان مين؟ الاكس. طيب نكتب بقى هنا، هيبقى عندي الاكس هنا مكانها 3 واي الاول باور 2 ماينس 2، والاكس هنا مكانها 3 واي تايم واي ايكوال 3. طيب نعمل سمبليفاي واحده واحده، 3 باور 2 يعني 9 واي باور 2 ماينس دول مالتبلاينج يا جماعه 2 باي 3 ب 6 واي تايم واي واي باور 2 ايكوال 3. هل دخل 3 هنا؟ لا، ليه بقى؟ هنا ما عنديش واي باور 1، ده واي باور 2 واي باور 2، اعمل سمبليفاي لسه في السايد ده 9 واي باور 2 ماينس 6 واي باور 2، 9 ماينس 6 يدينا 3 واي باور 2 ايكوال 3. طيب نعمل ديفايد 3 في 2 سايد يطلع الواي باور 2 ايكوالز كام؟ 1. هنا عندي الواي باور 2 بقى الواي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت ال 1 يدينا بوزيتيف اور نيجاتيف كام؟ 1. كده جبنا الواي عندي الواي مره 1 والواي هنا بكام؟ نيجاتيف 1. طب كده معايا الواي والواي، فين الاكس بقى يا مستر؟ اهي اكس، اكس ايكوال 3 تايم 1 اللي هو ايكوال 3، اكس ايكوال 3 تايم نيجاتيف 1 اللي هي نيجاتيف 3، يبقى السوليوشن سيت الاكس هنا 3 والواي اللي معاها كام؟ 1. السايد ده الاكس هنا نيجاتيف 3 والواي اللي معاها نيجاتيف 1، ولازم يا جماعه اهتم بالاوردر ان هنا اكس واي وهنا اكس واي. تمام، يبقى كده لحد دلوقتي معايا اللي هو لو جات لي اكس ايكوال نمبر على طول او اكس فانكشن في الواي، الشكل اللي بعد كده لو جاب لي ايكويشن بقى اوف فيرست ديجري كامله بقى.
بيقول لي هنا x minus y equals 3 وال x y equal 28. قلنا هنبدأ بالسايد ده اللي هو الفيرست ديجري x minus y equal 3. طيب الأسهل إن أنا ال x هي اللي تفضل لوحدها، يعني هنحرك ال y سايد التاني بس بالإيه؟ بالبوزيتيف. يبقى معايا كده يا جماعة x equal 3 plus y، قلنا في فريم كده، واكتب جنبها ايكويجن نمبر 1 واقول له هنا سبستيتيوت. يبقى الاكس احط مكانها في السايد ده يا جماعه 3 بلس واي. يبقى انا تاني اداني اكس ماينس واي ايكوال 3، اودي الواي سايد تاني بالبوزيتيف، يبقى الاكس ايكوال 3 بلس واي. يبقى كده الايكويجن كده عندي الفاريبل اكس اقدر احط مكانه 3 بلس واي، نحطها في سايد تاني يبقى الاكس مكانها 3 بلس واي. يبقى عندي هنا 3 بلس واي تايم واي ايكوالز 28. طب نكمل، الواي هتخش مالتبلاينج مع البراكت مع التو تيرم، 3 تايم واي يدينا 3 واي بلس واي تايم واي واي باور 2 ايكوالز 28. طيب هنا بقى هندخل 28 لان في واي واي باور 2، يبقى انا عايز اظبط الاوردر. يبقى عندي واي باور 2 بلس 3 واي هندخل 28 بالنيجاتيف، نيجاتيف 28 ايكوالز 0. الفاكتورايز يا مستر، تمام، احنا بنحط ارو هنا عشان ده تراينوميال، وارو هنا وارو هنا. الارو اللاست ده معناه كام تايم كام ايكوالز 28 والماينس يدينا 3. كام باي كام يدينا 28 والماينس 3 7 تايم 4 و7 ماينس 4. جميل، يبقى انا عندي 2 براكتس هنا واي وهنا واي، وانا باخد ال7 وال4 هينزل بوزيتيف على طول هنا يا جماعه، واعمل بوزيتيف باي نيجاتيف يدينا نيجاتيف. يبقى عندي الواي ايكوال 7 بس بالنيجاتيف لان انا حركتها السايد التاني، والواي هنا ايكوال 4 بالبوزيتيف. تمام، الواي عندي نيجاتيف 7 والواي 4. نيجي هنا نجيب الاكس، قلنا نعمل سبستيتيوت، اكس ايكوالز 3 بلس الواي معانا كام نيجاتيف 7 يدينا نيجاتيف 4. جميل، اكس ايكوال السايد التاني 3 بلس 4 يدينا 7. يبقى الاوردر بير اللي عندي هنا الاكس نيجاتيف 4 والواي نيجاتيف 7، والاوردر بير هنا الاكس 7 والواي كام 4. يبقى سوليوشن سيت طلع عندي كده يا جماعه نيجاتيف 4 نيجاتيف 7 و7 اند 4. لو عايزين نعمل تشيك اعمل تشيك هنا وهنا، يعني لو جينا هنا لو عملنا مكان اكس نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 7 هيدينا 3، عندنا نيجاتيف 7 طيب نيجاتيف 4 هيدينا 28. جميل، طب لو جينا هنا الاكس عندي 7 7 ماينس 4 يدينا 3، تمام 7 تايم 4 28. يبقى انا اقدر اعمل سبستيوت في الاخر عشان اعمل تشيك. طب نحل واحدة تاني على نفس الشكل بس حاجة مختلفة، بالك كل اكزامبل من دول هتحس ان هم شبه بعض بس دي كل واحدة دي فكرة مختلفة. بيقول لي هنا x minus y equal 1 دي equation of first degree، وهنا x power 2 plus y power 2 equal 25. طيب نعمل دلوقتي ان انا هودي ال y هنا بالبوستيف، بل x عندي equals 1 plus y، تمام، وهنا دي equation number 1. يبقى الاكس احط مكانها يا جماعه 1 بلس واي، يبقى احط هنا سبستيتيوت، احط مكان الاكس عندي 1 بلس واي الاول باور 2 بلس واي باور 2 ايكوالز 25. عندي البراكت 1 بلس واي الاول باور 2، عايزين نفتكر يا جماعه كان بيحصل ايه في البراكت باور 2. براكت باور 2 عندي بيطلع 3 تيرم. طب الفيرست تيرم اللي هو بنعمل 1 باور 2 اللي هو يدينا 1، جميل، والثيرد تيرم y باور 2، تمام، يبقى انا لحد دلوقتي تمام. يبقى عندي 1 باور 2 اللي هو يدينا 1، y باور 2 يدينا y باور 2، ادي بوزيتيف 2 باي فيرست باي سكند 2 باي y باي 1، يعني 2 باي 1 يدينا 2y تاني. يبقى دي براكت باور 2 طالما باينوميال باور 2 اللي هو 2 تيرم يبقى لازم يطلع عندي 3 تيرم. اول حاجه ال 1 باور 2 يدينا 1 واللاست تيرم بالبوزيتيف y باور 2 يدينا y باور 2، كده اعمل 2 باي فيرست باي سكند 2 باي 1 باي واي يدينا 2y، تمام، بعد كده بلس واي باور 2. طب ندخل 25 نيجاتيف كده نيجاتيف 25 ايكوال 0. طيب نجمع اللايك، عندي هنا في واي باور 2 بلس واي باور 2، هنا في كام 1 وهنا 1، يبقى يدينا كده 1 بلس 1 يبقى 2y باور 2، يعني كده بلس 2y، يعني كده عندي في لايك هنا اللي هو ال1 والنيجاتيف 25 دول ابسولوت تيرم. هنعمل 1 ماينس 25 هيدينا نيجاتيف 24 ايكوال 0. طب هنا
ديفيزبل باي 2 ديفيزبل باي 2 ديفيزبل باي 2 نعمل ديفايد 2 اعمل سمبليفاي براحتك خالص. هو اكزامبل مضمون في الامتحان مش هيخرج بره الافكار دي. فببقى بحل بس بستبس واضحه كده واحده واحده هتلاقي الموضوع انتهى. 2 ديفايد 2 تتكنسل يدينا واي باور 2 بلس 2 واي ديفايد واي يدينا واي ماينس 12 ايكوال 0. تمام، ظهر عندي تراينوميال. انا بركز عليه ليه بقى؟ لان احنا يونت 2 كله بيعتمد على الفاكتورايز، عشان كده احنا كده كاننا بنعمل له ريفيو. وهنعمل الفاكتورايز وقت ريفيو على الدرس كله اللي واخدناه في ثانيه اعدادي. هنا يبقى عندي كام تايم كام يدينا 12 والماينس يدينا 1. كام باي كام يدينا 12 والماينس 1؟ هل 12 باي 1 يدينا 12؟ طب 12 ماينس 1 يدينا 1؟ لا طبعا. طيب عندي 6 باي 2 يدينا 12، 6 ماينس 2 يدينا 1؟ لا طبعا. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل اكسبيرمنت بجرب ايه اللي بيحصل. طيب انا عندي 4 تايمز 3 يدينا 12 و 4 ماينس 3 يدينا 1، يبقى ده تمام. يبقى عندي 2 نمبرز كده واي وادي واي، 4 and 3 ادي 4 وادي 3، بعدين ننزل البوزيتيف بوزيتيف باي نيجاتيف يدينا نيجاتيف. حد يسالني انا ليه ببدا باللارج نمبر؟ عشان دايما الساين تنزل صح كده. الواي بلس 4 والواي ماينس 3 يبقى الواي ايكوال، قلنا بعكس الساين على طول، الواي ايكوال نيجاتيف 4 واي هنا ايكوالز كام؟ بوزيتيف 3. طب نجيب بقى الاكس، 1 بلس نيجاتيف 4 هيدينا نيجاتيف 3. تمام، اكس 1 بلس 3 يدينا كام؟ 4. طيب بقى الاوردر بير هنا الاكس عندي يا جماعه 4 والواي 3، اوردر بير هنا الاكس نيجاتيف 3 والواي نيجاتيف 4، يبقى ده السوليوشن سيت الاثنين مع بعض. خلاص تمام، لو ممكن نكتبه كده تاني سوليوشن سيت. براكت الاولاني نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 4، براكت التاني 4 اند 3. تمام، يبقى انا اخر الاكزامبل لازم اكتب سوليوشن سيت. ممكن يجيبها لي بشكل تاني، بيقول لي كده x equal 2 plus y. طيب جميل جدا، هو اداني الاكس فانكشن في الواي جابها جاهزه، فانا لازم اتعامل بهدوء مع السؤال. x equal 2 plus y يبقى الx substitute 2 plus y، يبقى نحط مكان الاكس هنا 2 plus y ومكان الاكس هنا 2 plus y. يبقى عندي يا جماعه كده 2y plus 1، يبقى الاكس عندي 2y plus 1 الاول باور 2 minus الاكس عندي 2y plus 1 تايم y equal 0. تمام، السؤال شكله صعب جدا. لا مفيش اي حاجه، ده براكت باور 2 وانا هيطلع عندي 3 تيرم. هنعمل 2 باور 2 هيطلع 4 y باور 2 بلس 1 باور 2 يدينا 1. جميل، يبقى انا بجيب الفيرست باور 2 2 باور 2 يدينا 4 y باور 2 بلس 1 باور 2 1. ادي البوزيتيف هتنزل زي ما هي 2 باي 1 2 تايم 2 4 y اللي هو الميدل تيرم يا جماعه عشان الناس بتنساه، بيبقى 2 تايم فيرست تايم سكند. هنا نيجاتيف هندخل مال الواي ملتبلاينج مع الاثنين 2y تايم y يدينا 2y باور 2، وهنا بوزيتيف 1 باي y يدينا ايه؟ y ايكوال كام؟ 0. كده هلاقي نفسي غلطت في السؤال وانا مش عارف ليه، عشان في معلومه مهمه جدا دي لازم تسيطر عليها، النيجاتيف او الماينس. طالما في نيجاتيف في السؤال اللي هو الماينس في السؤال وبعدها 2 تيرم او 3 تيرم لازم تحطهم في براكت تاني، لان كده هيطلع رونج وانت مش هتقدر تسيطر على السؤال، مش هتقدر تعرف هي كانت فين. فقبل ما اكمل انا هعمل ملتبلاينج، يبقى نيجاتيف زي ما هي نازله واعمل براكت واعمل y باي 2y دي 2y باور 2 بلس y باي 1 دي y. طيب نكمل في الاكزامبل تاني، ادي 4y باور 2 بلس 4y بلس 1، هندخل نيجاتيف مع الفيرست مع السكند، يبقى نيجاتيف 2y باور 2 نيجاتيف باي بوزيتيف نيجاتيف y ايكوال كام؟ 0. طب سمبليفاي بقى بالنسبه لنا، ادي 4y باور 2 وادي 2y باور 2، هنعمل 4 ماينس 2 ادينا 2y باور 2 كده، عندي 4y ونيجاتيف y يعني 4y ماينس y هيدينا 3y بلس 1 ايكوال كام؟ 0. طيب يبقى هنكمل كده كده الايكويشن بقت عندي 2y باور 2 بلس 3y بلس 1
equal 0. وايكويجن 1 اللي قلنا نحطها في فريم عشان ما ننساهاش، x equal 2y plus 1، دي ايكويجن 1. طيب هنكمل بقى الاكزامبل كده. عايز اعمل فاكتورايز. طيب هنا في 2، هل ينفع اعمل هنا ديفايد 2؟ لا. هنا كده بالنسبه لي الملتبلاينج تراينوميال بس اب نورمال، اللي هو الاكس الفيرست تيرم الكوفيشنت بتاعه نوت ايكوال 1. طيب بنعمل ايه بقى؟ عندنا ميثود سريعه جدا ان انا هحوله كاني في التاني بالظبط. هنا 2y بار 2، يبقى هنا يا جماعه عندي 2y وادي 2y اوفر 2. لو هنا 3y بار 2 يبقى 3y و3y اوفر 3. لو هنا 5y بار 2 5y 5y اوفر 5. وبعد كده ناخد ال 2 مالتبلاينج ال 1 هنا يدينا كام؟ 2. كده الاكزامبل بقى عندي جديد خالص. كام باي كام يدينا 2 والبلس يدينا كام؟ 3. انا كده حولت الاكزامبل ده للي هو فاكتورايز تراينوميال نورمال عادي خالص، لان انا كده كاني اختزلت ال 2 دي. يبقى انا تاني 2y بار 2 خدنا 2y 2y اوفر 2 وعملنا 2 تايم 1 بقى 2. بقى عندي النمبر عندي الوقت الجديد بقى كام؟ بقى 2. كام باي كام يدينا 2 والبلس يدينا 3. هيطلع عندي 2 تايم 1 و2 بلس 1، يبقى هنا 2 وهنا 1. نزل دبل بوزيتيف، بوزيتيف باي بوزيتيف يدينا بوزيتيف. طيب هلاقي عندي في براكت يتكنسل مع 2. هنا 2 ينفع ديفايد 2 و2 ينفع ديفايد 2، يبقى دي راحت كده. بقى عندي y بلس 1 2y بلس 1. تمام الفاكتورايز. يعني كده عندي الواي ايكوال قلنا بنعكس الساين يبقى نيجاتيف 1. طيب الواي ايكوال هنا هيبقى نيجاتيف 1، بس هنا في كام كوفيشنت الواي 2؟ يبقى نيجاتيف 1 اوفر 2. يبقى هنا واي ايكوالز نيجاتيف 1، اما هنا واي ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2. تمام. يعني كده نجيب بقى الاكس سبستيتيوت هنا وهنا. اكس ايكوالز 2 تايم نيجاتيف 1 بلس 1. هيدينا نيجاتيف 1. يبقى الاوردرد بير اكس واي، الاكس نيجاتيف 1 والواي نيجاتيف 1. طيب هنا الاكس 2 نيجاتيف هاف بلس 1 يدينا 0، يبقى الاوردرد بير الاكس 0 والواي نيجاتيف هاف. ادي سوليوشن سيت. تمام. طيب نيجي بالنسبه لنا لو جاب لي اكزامبل بالشكل ده اكس ماينس واي ايكوال 2 x minus 2 all power 2 plus y power 2 equal 32. هنا لو بشوية تركيز بس، x minus y equals 2، انا ينفع اخلي x لوحدها او y لوحدها؟ طيب تمام، هنحرك ال a ال y سايد التاني بالبوزيتيف، يبقى ال x هيبقى 2 plus y. تمام، وابدا اعمل سبستيوت هنا، احط مكان اكس عندي 2 بلس واي، يبقى البراكت ده يبقى الاكس عندي 2 بلس واي ماينس 2 الاول باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 32. ال 2 هتتكنسل مع النيجاتيف 2، هيبقى واي باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 32. طيب تمام، واي باور 2 بلس واي باور 2 يبقى 2 واي باور 2 ايكوال 32 over 2 over 2، يبقى ال y power 2 يدينا 16. يبقى ال y positive or negative root ال a 16. يطلع معايا كده ان ال y equals positive or negative 4. طيب انا معايا ال x 2 plus y equation 1. طيب انا عامل separate هنا، يبقى ال y عندي 4 وال y عندي كام؟ negative 4. نعمل substitute هنا، يبقى ال x 2 plus 4 يدينا كام؟ 6. x 2 plus negative 4 يدينا negative 2. يبقى solution set هنا 6 ال x وال y 4. هنا ال x negative 2 وهنا negative 4. طيب نفس الاكزامبل هنحله بطريقة اسهل قوي، وهي تعتمد على ان انت عندك يبقى اوبزرفيشن عادي. ادي الاكزامبل هنكتبه تاني. لو عندي x ماينس y ايكوالز 2
ومديني هنا x minus 2 power 2 plus y power 2 equals 32. هنا معايا يا جماعة x minus y equals 2 اللي هي الـ equation of first degree. طيب مديني هنا في البراكت x minus 2. طيب في حركة قلنا عليها ممكن اعملها بسرعة جدا، ان ادخل الـ 2 هنا واجيب مكانها الـ y بره، يعني تبقى x هندخل الـ 2 negative 2 equals y، يبقى الـ 2 دخلت بالنيجاتيف والـ y خرجت بالبوزيتيف، يبقى الـ x minus 2 equal مين؟ y. طيب لو ركزت كده هلاقي x minus 2 اللي هو البراكت اصلا، يبقى البراكت احط مكانه ايه على طول؟ y. يبقى هنا يا جماعه على طول y باور 2 بلس y باور 2 ايكوالز كام؟ 32. بقت سهله جدا. y باور 2 بلس y باور 2 يبقى 2y باور 2 ايكوالز 32. تمام. يبقى ال y باور 2 يدينا 16. يبقى ال y بوزيتيف اور نيجاتيف روت 16 بوزيتيف اور نيجاتيف 4. يبقى عندي ال y ايكوالز 4 وال y ايكوالز نيجاتيف 4. نبدا نجيب ال x بقى. هنا هنجيب x minus 2 equal مين؟ 4. اودي 2 بالبوزيتيف يبقى الاكس عندي هنا 6. تمام، ادي اول واحده. وهنا x minus 2 equals negative 4، اودي 2 بالبوزيتيف يبقى الاكس عندي negative 2. يبقى السوليوشن سيت 6 و 4، وهنا negative 2 negative 4، نفس السوليوشن. الفكره ان انا ممكن اركز مع البراكت الاقي ان انا ممكن لو دخلنا 2 بالنيجاتيف الاكس ماينس 2 ايكوال واي وتطلع معايا عادي. طيب كده يبقى احنا بالنسبه لنا خدنا سولفنج ايكويشن اوف سكند ديجري الجبريكلي اللي هو يوزنج فورمولا، وخدنا سولفنج تو ايكويشن 1 اوف فيرست ديجري 1 اوف سكند ديجري برضو اي الجبريكلي. طيب بعد كده هنعمل ريفيو كده عشان لما نيجي نشتغل السيشن اللي جايه اللي هو ليسون او يونت 2 اللي هو على الفاكتورايزيشن. الفاكتورايزيشن درسناه بالتفصيل في السكند بريب. هنبدا نعمل فاكتورايزيشن كده ونعمل ريفيو. طيب الفاكتورايزيشن عندي ليه ستيبس معينه. اول حاجه اني بعمل الاوردر، والافضل يبقى ديسندنج باور، يعني من باور اللارج الباور الايه السمول. تمام. وتاني حاجه، تاني ستيب دايما بنشوف في هايست كومن فاكتور ولا لا. لو في هايست كومن فاكتور بنشتغل على هايست كومن فاكتور. تمام، يعني ده اول تايب بالنسبه لي فاكتورايزيشن. طب الثيرد، الثيرد بيطلع معايا حاجتين يا جماعه، يا اما عندي تراينوميال، تراينوميال حاجتين زي ايه؟ اللي هو مثلا x باور 2 ماينس 3x ماينس 4. طب والتاني يا مستر؟ x باور 2 ماينس 6x بوزيتيف 9. طيب نشوف ده هيطلع ايه وده هيطلع ايه. وانا بشتغل كده يا جماعه، بحط ارو هنا وارو هنا وارو هنا، يعني عندي كام باي كام يدينا 4 والماينس يدينا 3. هيطلع معايا كده 4 تايم 1 4 ماينس 1، عندي 2 براكتس اكس واكس 4 1 ده ينزل نيجاتيف، نيجاتيف باي نيجاتيف يدينا بوزيتيف. جميل. الريفيو ده مهم جدا لان يونت 2 كله قايم على كده، لو الجزء اللي بقى على الايه في الالجبر ان قايم على الفاكتورايزيشن. طيب هنا هنعمل برده كام باي كام يدينا 9 والبلس يدينا 6. جميل، اللي هو 3 باي 3. طب دي سهله جدا، يبقى عندي هنا اكس واكس، هنا 3 وهنا 3. تمام، ده ينزل نيجاتيف، نيجاتيف باي بوزيتيف يدينا ايه؟ يطلع عندي براكت اكس ماينس 3 اكس ماينس 3. يعني ممكن نكتبه في براكت واحد اكس ماينس 3 الاول باور. ده اللي هو ايه بقى يا جماعه؟ ده البيرفكت سكوير اللي هو الفيرست تيرم واللاست تيرم بوزيتيف، ولو عايز اجيب الميدل اللي هو 2 تايم سكوير روت اوف فيرست باي سكند. اما ده تراينوميال، يبقى التراينوميال عندي يا اما نورمال يا اما بيرفكت سكوير. طيب الباينوميال لو 2 تيرم عندي حاجتين، يا اما ديفرنس بتوين 2 سكويرز، يعني اكس باور 2 مثلا ماينس 4 ده يطلع عندي 2 براكتس، يبقى عندي x واكس وال4 2 تايم 2 مره بوزيتيف والثانيه
نيجاتيف. طب هل ينفع اعمل فاكتورايز يا مستر اكس باور 2 بلس 4؟ لا، مفيش صم لتو سكويرز، لازم ديفرنس. طب اخر نوع بالنسبه لي اللي هو صم اور ديفرنس للكيوبس، يعني لو جاب لي هنا كده اكس باور 3 بلس 8 تمام، يبقى انا هكمل كده براكت سمولر وبراكت بيجر، تمام كده. بنجيب كيوبك روت الاكس باور 3 اللي هو اكس بلس كيوبك روت ال 8 اللي هو يدينا كام؟ 2. ابدا اكمل، بنعمل السكويرنج للفيرست هيدينا اكس باور 2 بلس سكويرنج للسكند هيدينا 4، البوزيتيف هيبقى نيجاتيف، واعمل 2 باي اكس يدينا 2 اكس. جميل. طيب هل ينفع ديفرنس كيوب؟ ينفع ديفرنس كيوب، يعني اكس باور 3 ماينس 8، ونعمل براكت سمولر وبراكت بيجر. اكس باور 3 يدينا اكس، ماينس بنعمل كيوبك روت لل 8 يدينا كام؟ 2، يبقى هنا 2. وابدا اكمل، اكس تايم اكس يدينا اكس باور 2، وهنا سكويرنج لل 2 يدينا 4، النيجاتيف هتبقى بوزيتيف 2 اكس. يبقى انا الكيوبك ينفع اعمل سم اور ايه؟ ديفرنس. ليه بقى الكلام ده؟ لان بيجي لي كده بيقول لي find set of zeros of the following. ايه set of zeros of the following؟ يعني لو جالي number 1 كده بيقول لي الاف اكس كده يا جماعه اكس ماينس 2، تمام. مين النمبر اللي احطه مكان الاكس هنا والسولوشن يديني 0؟ يعني ممكن احط مين مكان اكس نمبر هنا ويطلع الانسر عندي 0. طبعا عندي اكس ماينس 2، يبقى لو حطينا 2 ماينس 2 هيدينا كام؟ 0. ممكن اجيبها كده اورال طبعا، بس انا دايما هعمل فكره اسهل، هاخد دايما اكس ماينس 2 ايكوال 0، وحركة تو سايد تاني بالايه؟ بالبوزيتيف، يبقى الاكس ايكوالز كام؟ 2، تمام. يبقى اقول له السيت اوف زيروز اللي هي زد اف ايكوالز 2. طيب نمبر 2 لو قال لي اف اكس 2 اكس بلس 8، قلنا دايما هاخد بقى كده الفانكشن اللي هي 2 اكس بلس 8 ايكوال 0، هودي الايت سايد تاني بالايه؟ بالنيجاتيف، يبقى 2 اكس ايكوالز نيجاتيف 8، كان نعمل اوفر 2 اوفر 2، اكس عندي نيجاتيف 4، يبقى الزد اف اللي هو السيت اوف زيروز يدينا نيجاتيف 4. طيب يعني معنى كده لو جينا هنا يا جماعه قلنا 2 ماينس 2 يدينا 0، طب لو جينا هنا 2 تايم نيجاتيف 4 هيدينا نيجاتيف 8 بلس 8 ايكوال 0، دي اللي هي سيت اوف زيروز. ممكن يدينا اسئله اكبر شويه، يعني جيب لي نمبر 3 كده مثلا اف اكس واديني اكس باور 2 ماينس 3 اكس، ويجيب لي كده نمبر 4 اف اكس اكس باور 2 ماينس 9، نمبر 5 اف اكس اكس باور 2 بلس 9، عشان نقارن بين الثلاث اشكال دول. ده تو تيرم وده تو تيرم وده تو تيرم، وده في باور 2 وده باور 2 وده باور 2. طيب اول حاجه اكس باور 2 ماينس 3 اكس، وانا ركزت شويه كده كده معايا هايست كومن فاكتور اللي هو الاكس. طيب الاول قلنا باخد كده يا جماعه اكس سكويرد ماينس 3 اكس ايكوال 0، هلاقي اكس باور 2 ماينس 3 اكس ايكوال 0، اخد الاكس كومن يبقى معايا اكس ماينس 3 ايكوال 0. نعمل سيبريت الاكس اللي لوحدها هنا تدينا 0. طيب يبقى انا دايما ليه؟ لان الاكس ايكوال 0، لان عندي 2 نمبر مالتبلاينج بعض 0. يعني هنا لو اكس يدينا 0، لو 2 اكس 0، اكس باور 2 0، اكس باور 3 لوحدها 0، لكن اكس ماينس 3 المفروض هودي ده بالايه؟ بالبوزيتيف، يبقى الاكس ايكوالز كام؟ 3. يبقى السيت اوف زيروز اللي هي زد اف 0 اند 3. طيب هنا عندي
مديني اكس باور 2 ماينس 9. اخد كده اكس باور 2 ماينس 9 ايكوال 0. هل هنا في هايست كومن فاكتور؟ لا، في ديفرنس بتوين تو سكويرز، لان الاكس باور 2 روت بتاع اكس وال9 الروت بتاع 3، يبقى اعمل 2 براكتس هنا اكس وهنا اكس، وال9 هتدينا كام؟ 3 و3 مره بوزيتيف والثانيه. يبقى عندي كده يا جماعه الاكس ايكوالز نيجاتيف 3 والاكس ايكوال كام؟ 3. يبقى زد اف سيت اوف زيروز هيبقى عندي بوزيتيف اور نيجاتيف 3. لو عملنا 3 باور 2 ماينس 9 هيدينا 0، نيجاتيف 3 باور 2 اللي هي 9 ماينس 9 يدينا 0. طب لو جاب لي هنا بقى دي اف اكس اكس باور 2 بلس 9، طب هنا 2 تيرم، في هايست كومن فاكتور؟ لا. تمام، طب ينفع اعمل فاكتورايز؟ برضه لا، لان ده سام تو سكويرز، ما عنديش، لان انا لو جيت حتى اعمل تشيك يعني حاولت احط اي نمبر مكان الاكس، لو حطينا 3 باور 2 هيديها 9 بلس 9 18، لو عملنا نيجاتيف 3 باور 2 برضه ب 9، 9 بلس 9 18، مفيش حاجه تديني 0 ابدا. يبقى هنا الزد اف فاي ولا نمبر يدينا 0. وعندي برضه دي ريمارك معاها دي نمبر 6 دي، لو اداني الاف اكس ايكوال اني كونستانت 7 مثلا، هل ينفع احط هنا مكان الفانكشن دي اللي هي 7 اي نمبر يدينا 0؟ طبعا لا، لان هي كونستانت، ان هي كده كده اف اكس ايكوال 7، اف اي حاجه دايما تدينا كام؟ 7. يبقى هنا سيت اوف زيروز برضو ايه؟ تبقى فاي، مفيش حاجه تدينا دي. طيب لو جينا على التراينوميال وجاب لي كده اكزامبل 7 وقال لي اف اكس اكس باور 2 ماينس اكس ماينس 20، تمام جاب لي كده نمبر 8 اف اكس اكس باور 3 ماينس 3 اكس باور 2 بلس 2 اكس. تمام، هنا تراينوميال قلنا عشان نتعامل مع الفاكتورايز صح، الاوردر اكس باور 2 اكس باور 1 ما فيش اكس، تمام، قلنا هناخد كده اكس سكويرد ماينس اكس ماينس 20 ايكوال 0، كده الاوردر مظبوط. فايست كومن فاكتور؟ لا طبعا، لان اكس باور 2 اكس، الاكس ما حصلهاش ريبيتد ولا النمبرز. تمام، قلنا نتعامل بالارو، نحط ارو عندي 20 وارو عندي النيجاتيف، وهنا في حاجه طبعا في 1، يبقى ارو هنا 1، يبقى عندي كده كام تايم كام ايكوالز 20 والماينس يدينا 1. كام باي كام يدينا 20 والماينس 1؟ هتلاقي عندي 5 تايم 4 وهنا 5 تايم 4، يبقى نعمل 2 براكتس هنا اكس باور 2 يبقى اكس واكس، هناخد ال 5 ومين وال 4، هننزل هنا نيجاتيف نيجاتيف باي نيجاتيف يدينا بوزيتيف، الكلام ده ايكوال 0. يبقى الاكس عندي ايكوالز 5، قلنا بنعمل تشينج للساين، والاكس هنا ايكوالز كام؟ نيجاتيف 4. يبقى الزد اف، انا بس الناس تبقى مركزه، سيت اوف زيروز بنكتب زد اف، زد اف عندي 5 اند نيجاتيف 4. طيب لو جينا هنا اف اكس اكس باور 3 ماينس 3 اكس باور 2 بلس 2 اكس، لو انا سامع كويس هلاقي الاكس حصل لها ريبيتد، يبقى هنا في هايست كومن فاكتور. يبقى انا لو كتبت الاكزامبل كده اكس باور 3 ماينس 3 اكس باور 2 بلس 2x ايكوال 0، هنا الاكس كومن وافتح براكت x باور 3 ديفايد x يدينا x باور 2 ماينس 3x باور 2 ديفايد x يدينا 3x بلس 2x ديفايد x يدينا كام؟ 2. جميل كده معايا كده تراينوميال برضو، هنعمل ارو هنا عندي 2 وارو عند ال 1 وارو عند مين؟ 3. انا عايز كام تايم كام يدينا 2 والبلس يدينا 3، سهله جدا طبعا، حد خد باله الاكس دي معايا على طول كده خلاص يا جماعه، اكس سكويرد يبقى هنا اكس واكس، هنا كام باي كام يدينا 2؟ هي 2 تايم 1، وهنا ينزل النيجاتيف نيجاتيف باي بوزيتيف يدينا نيجاتيف، كده عندي 3 نمبرز. الاكس قلنا للوحده دي دايما 0، وهنا الاكس هنعمل تشينج للساين تدينا كام؟ 2، وهنا الاكس هنعمل تشينج للساين تدينا 1. يبقى عندي الزد اف 0 و2 اند 1، وهنا طالما سوليوشن سيت الاوردر مش مظبوط يعني مش مهم بالنسبه لي، يعني ممكن 0 2 اند 1 0 1 اند 2 مش مهم. طيب
بعد كده بالنسبة لنا 9 مثلا، اللي هي لو قال لي اف اكس وجاب لي كده اكس باور 3 ماينس اكس باور 2 بلس اكس ماينس 1. تمام، احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي ان احنا الفاكتورايز لحد التراينوميال. لا طبعا كان معانا الجروبنج اللي هو الفور تيرم. بتعمل نكتب كده الايكويشن، قلنا تاني اكس باور 3 ماينس اكس باور 2 بلس اكس ماينس 1 ايكوال 0. يا جماعه الريفيو ده مهم جدا، لان بعد كده بنحل عادي. كل ده هو كل اليونت بيعتمد على الفاكتورايزيشن بس. سيت اوف زيروز ده اول درس بالنسبه لنا فيه. ان انا هاخد اول تو تيرم اكس باور 3 ماينس اكس باور 2، الاقي عندي الاكس باور 2 كومن، افتح براكت اكس باور 3 ديفايد اكس باور 2 ادينا اكس، ماينس اكس باور 2 ديفايد اكس باور 2 ادينا كام؟ 1. طب التو تيرم التانيين هم اصلا اكس ماينس 1 ايكوال 0. هنا في ايه بقى مستر؟ هنا في 1. هلاقي عندي البراكت اكس ماينس 1 وبراكت اكس ماينس 1، اخده كومن تاني، افتح براكت، يبقى معايا اكس باور 2 بلس 1 ايكوال 0. هنا اكس ايكوالز 1. طب هنا هنا باور 2 بلس ما يديناش حاجه اللي هي فاي، يبقى الزد اف يدينا 1. طيب وجاب لي نمبرتين كده وقال لي اف اكس اكس باور 3 ماينس 1. قلنا هنا الكيوبيك بيطلع معايا براكت سمولر وبراكت كبير، يبقى عندي هنا اخد اكس باور 3 ماينس 1 ايكوال 0، هنا اكس ماينس 1 اكس تايم اكس اكس باور 2 كده 1 باور 2 يدينا 1. قلنا النيجاتيف هنخليها بوزيتيف، بجيب الانفرس 1 تايم اكس يدينا اكس، نعمل سيباريت. هنا بنعمل تشينج للساين، على اكس يدينا كام؟ 1. طيب هنا ده تراينوميال، نعمل فاكتورايز نجرب كام باي كام يدينا 1 والبلس يدينا 1. اتس امبوسيبل، مستحيل. فدايما التراينوميال في الباور 3 مفيش فاكتورايز، يبقى ده برضو ما بيديناش فاكتورايز، يعني فاي كده بالنسبه لي. يبقى الزد اف اللي هو السيت اوف زيروز بيدينا سيت اوف كام؟ 1. طيب كده بالنسبه لي الجزء بتاع سيت اوف زيروز، وان احنا راجعنا جواه كل الفاكتورايز. طيب بعد كده بيتكلم عن حاجه مهمه جدا اللي هي اسمها الفراكشن فانكشن. تمام، نركز مع التوبيك كده اللي هي الفراكشن فانكشن. يعني الاف اكس هتبقى بالنسبه لي فراكشن في نوميريتور ودينوميتور، يعني مثلا هنا اكس ماينس 3 وهنا مثلا اكس ماينس 1، دي كده بنسميها فراكشن فانكشن، لان في عندي نوميريتور ودينوميتور. الفراكشن فانكشن في احتمال انها تطلع ماس ايرور او انديفايند. الاحتمال بالنسبه لي ان انا المفروض ان اي فراكشن بالنسبه لي هيطلع عندي انديفايند لو كان الدينوميتور عندي ممكن يدينا كام؟ زيرو. يبقى معنى كده ان انا عايز اشيل ان الاحتمال ان اللي تحت ده يدينا كام؟ زيرو. عشان كده هنبدا نشتغل على حاجه اسمها الدومين. الدومين جزء هنكمل بيه بعد كده، اللي هو الريل نمبرز كلها ماينس ست زيروز اوف دينومينيتور. ده فين بقى؟ في الفراكشن فانكشن. ليه؟ لان انا لو جينا هنا لو حطينا هنا مثلا 5 ماينس 1 4 تنفع، 3 ماينس 1 2 تنفع. طب لو حطينا 1 ماينس 1 0 كده ما ينفعش. يبقى معنى كده ان الدومين هنا في الاكزامبل ده ار ماينس، مين اللي ممكن يدينا زيرو تحت؟ لو حطينا مكان الاكس كام؟ 1، يبقى ار ماينس 1. طب عايز اجيبها بميثود يا مستر عشان مش عارف اجيبها كده اورال دايما زي اللي فاتت، بس هنا في الدينومينيتور بنتعامل مع، سوري، في الدومين بتعامل مع الدينومينيتور، يعني اتعامل مع الاكس ماينس 1. يعني هاخد اكس ماينس 1 المفروض ده نوت ايكوال 0 او ايكوال 0 مفيش مشكله، اودي ده السايد تاني بالبوزيتيف، يبقى الاكس ايكوال كام؟ 1. يبقى الدومين ار ماينس 1، يبقى الاكس ما تكونش عندي بكام؟ ب 1. فبيجي يكلمني كده يقول لي فايند ذا دومين.
تمام، واديني اكزامبل كده. اف اكس اكس بلس 3 وهنا اكس. طيب ممكن يديني حاجة تاني، ممكن يديني كده اف اكس 2 وهنا اكس بلس 3. قلنا بتعامل مع الدينومينيتور، الدينومينيتور عندي مين هنا يا جماعة؟ الاكس. هاخد كده الاكس ايكوال 0. طب ما الاكس ايكوال 0 فعلا، يبقى الدومين ار ماينس 0. تمام. طب لو جينا هنا هاخد الدومينيتور اللي هو اكس بلس 3 ايكوال 0، هنود ده بالنيجاتيف، يبقى الاكس نوت ايكوال نيجاتيف 3، يبقى الدومين ار ماينس سيت اوف نيجاتيف 3. يبقى انا بالنسبه لي لما اجي اجيب الدومين بتعامل مع الدينومينيتور، باخده نوت ايكوال 0. وممكن لو انا اتسال مع نفسي، عشان نوت ايكوال بتبقى صعبه شويه على ناس معينه، ممكن اعتبرها ايكوال واشتغل عادي. ممكن نجيب لي اكزامبل. طيب بنستاذن حضراتكم فاصل قصير، رجعنا ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم تاني، معانا اكزامبل 3 اللي هو الاف اكس ايكوال اكس باور 2 ماينس اكس ماينس 12 اوفر اكس باور 2 ماينس 25. طيب نفترض ان انا هعمل، عايز سيت اوف زيروز والدينومينيتور والدومين في نفس الوقت، فنعمل فاكتورايز فوق وتحت كده. هنا عندي كام باي كام؟ يدينا 12 والماينس 1 هيبقى اكس واكس، يبقى 4 تايمز 3 يبقى نيجاتيف باي بوزيتيف. طيب هنا اكس باور 2 ماينس 25، يبقى عندي هنا 2 براكتس اكس اكس 25 5 تايم 5، مره بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. طيب هنا لو سالنا على سيت اوف زيروز، الحته دي مهمه جدا يا جماعه، سيت اوف زيروز بتعامل مع ايه؟ نومريتور اللي هو 4، نعمل تشينج وكام؟ ونيجاتيف 3 نيجاتيف 0. يبقى لو حطينا 4 هنا 4 ماينس 4 0، يبقى الانسر ده كله 0. نيجاتيف 3 بلس 3 دينا 0، يبقى كله هيبقى كام؟ 0. طيب طلب مني الدومين، هنا بتعامل مع الدينومينيتور اللي هو ار ماينس، يبقى سيت اوف زيروز بعمل سيت دايركت، لكنها ار ماينس سيت اوف زيروز للدينومينيتور، يعني هنا ال 5 هيبقى نيجاتيف 5 والنيجاتيف 5 هيبقى بوزيتيف ايه؟ 5. يبقى انا لما سيت اوف زيروز بتعامل مع الايه؟ النومينيتور، اما الدومين بتعامل مع الدينومينيتور. تمام، دي حته مهمه جدا، يعني ممكن يجيب لي كده اللي هي الاف اكس x ماينس 1 و x بلس ايه 2. هنا لو طلب مني الدومين يبقى r ماينس نيجاتيف 2. طب طلب مني سيت اوف زيروز تبقى سيت اوف 1. فتعامل ان هنا بتعامل مع النومريتور، اما الدومين مع الدينومينيتور. طيب كده بالنسبه لنا احنا الحمد لله النهارده خلصنا يونت 1 في الالجبرا، وخدنا اول ليسون في اليونت 2 في برضه الجبرا. والناس بس المفروض انك راجع بس على جزء الفاكتورايزيشن اللي احنا عملناه ريفيو مهم النهارده، لان يونت 2 بالنسبه لنا ما فيهوش اي حاجه تاني، هي كلها هنتعامل على سيت اوبريشنز البلس والماينس والباي والديفايد، على سيت فاكتورايزيشن برضه للفراكشن فانكشن. لو حد ليه اي استفسار او اي سؤال يتصل بينا، انتظرونا الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.